وصف العيد داخل سجون الاحتلال قال الشعراء: يا ليلة العيد كم أقررت مضطربا، لكن حظي كان الحزن والأرق. أكاد أبصرهم والدمع يضفر من أجفانهم ودعاء الحب يختنق. يا عيد يا فرحة الأطفال ما صنعت، أطفالنا نحن والأقفال تنغلق. ما كنت أحسب أن العيد يطرقنا والقيد في الرسغ والأبواب تصطفق. أما عن عائلاتهم خارج السجون فقال الشعراء: يا رب هذا العيد وافى والنفوس بها سجون، لبس الصغار جديدهم فيه وهم يستبشرون، بجديد أحذية وأثواب لهم يتبخترون، ولذيذ حلوى العيد بالأيدي بها يتخاطفون، وهنالك خلف الباب أطفال لنا يتساءلون: أمي صلاة العيد جاءت، أين والدنا الحنون؟ زفرت تئن وقد بدا في وجهها الألم الدفين، العيد ليس لكم أحبائي فوالدكم سجين. ومن استديوهات تلفزيون فلسطين في العاصمة الأبدية القدس المحتلة نطل عليكم في هذا الصباح الجميل في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا قدس، والتي ستبدأ معكم منذ تمام الساعة 9 مستمرة حتى تمام الساعة 11. سنناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في القدس المحتلة. سنتحدث عن أعمال الدورة 29 للمجلس المركزي، وسنتحدث أيضا عن كيفية مجاهبة قانون القومية العنصري. سنتحدث عن استمرار الاستيطان وبناء وحدات استيطانية وصلت حد 20,000 وحدة استيطانية في مختلف مستوطنات القدس الجاثمة على أراضي أبناء شعبنا. سنتحدث أيضا عن بادية القدس الشرقية، عن الخان الأحمر، وسيكون لنا نافذة مباشرة مع حجاجنا والاطمئنان على حجاج مدينة القدس من مكة المكرمة بعد وصولهم هناك لتأدية مناسك الحج لهذا العام. سنتطرق أيضا عن التجهيزات والحركة التجارية والشرائية قبيل عيد الأضحى المبارك وكيف تستقبله العاصمة المحتلة. ولكن خلال هذه الحلقة ستكون معنا ضيفتنا إلهام البغدادي المتواجدة في استديوهاتنا منذ صبيحة هذا اليوم. يسعد صباحك ست إلهام. صباح الورد والياسمين. إلهام راح تكون معنا طوال هذه الحلقة لتعد لنا ايش اليوم احنا بدنا نعد. راح اعمل لكم نوعين من الكعك، الكعك السوري والكعك المصري. شوي يعني نخرج عن العادة وعن الفلسطيني. صحيح. نطلع شوي عنه لأنه شوي معروف يعني، بس راح أحكي عنه يعني من خلال الحلقة، ولكن هون الكعك السوري والمصري يعني نوعين. يعني اليوم راح نحكي عن إشي خارج عن المألوف، عن الأشي اللي تعودنا عليه، عن الحلو بالزبط. اللي ارتبطت فيه الموائد الفلسطينية. نعمل تغيير شوية وراح أحكي عن نوع حلو أنا جايبته معي على السريع برضه، انه نقدر نعمله بالتمر كحلوى بالعيد برضه يعني كمان. طبعا هذا اهم شيء في العيد واهم ما بيميز الموائد الفلسطينيه بهذه الاجواء. راح نكون معك على تواصل خلال حلقتنا، وراح يكون لنا استضافه لنتحدث اكثر عن تفاصيل والمقادير المطلوبه ان شاء الله. وانتم مشاهدينا الكرام كونوا معنا للحديث عن كل هذه المواضيع ولكن بعد هذا الفاصل. الهوس مغروب مغروب حد الهوس مغروب، يا قدس يا قدس يا قدس يلي هواك جنون، يا قدس يا قدس يا قدس يلي هواك جنون، مغروب حد الهوس مغروم مغروم حد الهوس مغروم، يا قدس يا قدس يا قدس يلي هواك جنون، يا قدس يا قدس. نجد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام إلى أولى فقرات برنامج صباح الخير يا قدس، وتحت اسم الشهيدة المسعفة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة، انطلقت أعمال الدورة 29 للمجلس المركزي لمدة يومين، وتم تمديد هذه الدورة حتى يومنا هذا للحديث عن أهم التحركات الشعبية والقيادية وأتمام المصالحة، وأيضا نتحدث عن القدس وقضية اللاجئين وكيفية التصدي لقانون القومية العنصرية.
العنصري، ونتحدث عن كل هذه المواضيع بإسهاب وتفصيل أكثر عن هذه الجلسة، مخرجاتها وما المتوقع منها، مع ضيفي هنا في الاستوديو محافظ محافظة القدس الأستاذ عدنان الحسيني. يسعد صباحك. صباح الخير للجميع. في البداية نتحدث عن أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها العاصمة. أولا كل عام وأنتم بخير وشعبنا العظيم بخير، وإن شاء الله دائما تكون القدس بخير بأهلها وبمحبيها، وفلسطين ستكون دولة أيضا حرة أبية بعد هذا الكفاح الطويل والمعاناة الطويلة إن شاء الله. حقيقة المجلس المركزي في هذه الأيام أعتقد كان له أهمية كبيرة، لأن إحنا الآن على مفترق طرق في غاية الخطورة يتهدد مشروعنا الوطني، وبالتالي عندما يكون هناك خطر على المشروع الوطني لابد أن يتداعى الجميع من أجل يعني إيجاد الوسيلة لمواجهة هذا الأمر. فكان هذا المؤتمر المركزي الذي هو يمثل المجلس الفلسطيني بشكل عام، وهو مكلف من المجلس الفلسطيني في أن يتابع الأمور بقرار تم اتخاذه في الجلسة الماضية للمجلس الفلسطيني. إذن نحن نتكلم عن لقاء مهم اجتمع فيه مجموعة كبيرة من الفصائل، من الرجال السياسيين، من الاقتصاديين، من الخبراء القيادة وما إلى ذلك، من أجل بحث الأمور. حقيقة تلخيص الأمر حتى ما نخشش في تفاصيل كثيرة، عندنا يعني نقدر نقول أربع أمور مهمة. الأمر الأول العلاقة مع أمريكا، هو كان بداية الأمر. نعم، هي صفقة العصر، وعلاقتنا مع أمريكا وما قامت به أمريكا من تعسف بحق مقدراتنا، عندما كانت في فترة من الفترات تسعى لأن تكون هناك دولة فلسطينية، وتسعى لوقف الاستيطان، وتسعى وتسعى، وكانت تحاول تظهر نفسها راعية للسلام بشكل عادل. تكشفت الأمور أن الأمور كلها خداع، وبالتالي كان لابد من موقف، وكان موقف الرئيس وموقف القيادة صارم بهذا الشأن. أمريكا أصبحت مش معقول أن تكون راعية للسلام. كذلك هناك ربما أستاذ عدنان، لربما هذه هي أهم النقاط التي كان يجب توضيحها وتم توضيحها في الدورة 29، هي كيفية مجابهة صفقة القرن وغيرها من هذه يعني الأهداف الرامية إلى إفراغ أبناء شعبنا من المدينة، هي تحركات شعبية قيادية. نتحدث عن تحركات القيادية في المجمل. نعم، يعني لا هو يعني لابد من الإشارة بأنه صفقة العصر او القرن اللي بسموها او صفعه زي ما بدهم انتهت الان، نحن لا ننتظر شيء، قد تم تنفيذها خطوه خطوه خطوه، ونحن وامريكا تفترض فينا انه احنا شعب يعني ممكن يضحكوا علينا، واسرائيل ممكن يضحكوا علينا، وبالتالي نحن ننتظر صفقه. لا يوجد صفقات. الصفقه انتهت اولا بضم القدس الشرقيه اولا واعتراف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل، قضية الأنروا، محاربة الأنروا والإجهاز على حق اللاجئين بالعودة والتعويض، وكذلك قضايا المستوطنات المستمرة والدعم اللامتناهي من قبل هذه الإدارة لكل سياسات إسرائيل، وخاصة كل توجهاتنا إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة وإلى المؤسسات الأممية. دائما هناك فيتو أمريكي، لا يريدون لنا أن نتنفس، وذلك لصالح إسرائيل. الآن الموقف الفلسطيني من هذه الصفقة هو مقاطعة لأمريكا وللمسؤولين الأمريكيين، ونقول بأنه لا يمكن أن تكون أمريكا لوحدها شريكة في عملية سلام أو راعية لعملية السلام أو مشاركة لعملية السلام. هذا مهم. صحيح. توائمت صفقة القرن مع ما يتم على أرض الواقع والكنيسة الإسرائيلي وسن قانون القومية العنصري. كان هنالك أيضا تركيز الحديث عن كيفية مجابهة هذا القانون الخطير، وهو يعني آخر مسمار في نعش الديمقراطية كما يقال في دولة إسرائيل. نعم، يعني في سياق هذه القرارات والتوجهات الأمريكية، إسرائيل والحكومة الإسرائيلية وأدواتها التنفيذية مش متوقفة، ما بتنتظر إيش بده يصير أو إيش صار، هي تنفذ على الأرض. صحيح. وبالتالي تنفيذ على الأرض هذا جزء من وضع المشاريع لتنفيذ السياسة المطلوبة لأن تكون إسرائيل دولة يهودية، وما فيش حد فيها إلا اليهود،
هذا واضح، وبالتالي حق تقرير المصير لليهودي فقط. طبعا، وبالتالي القضية خطيرة جدا، تمس كل الفلسطينيين وليس فقط إخواننا العرب الداخل، إنما تمس كل فلسطيني، لأنه هذا يعني بأن هناك حسم لموضوع فلسطين بأنها دولة يهودية، وأن العرب هؤلاء الأقلية، ونحن حقيقة ليس بالأقلية، نحن فعلا أكثرية إذا بدنا نبحث في 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 معايير السكان. إذا واضح الظلم كبير، والديمقراطية تبددت والأمور تكشفت، وهذا جيد. ومن هالمنطلق الآن المجلس اتخذ بعض القرارات، وسيادة الرئيس سيذهب إلى الجمعية العامة من أجل الطلب، طلب عدة أمور، منها الاعتراف بالدولة كاملة العضوية، كذلك طلب الحماية الدولية. هناك مبادرات إلى كل المؤسسات الأممية من أجل أن نحسم أمرنا كما هم حسموا أمرهم. وبعد ذلك سيكون اجتماع آخر للمركزية من أجل أخذ القرارات الجريئة التي تم لها علاقة بالعلاقة، يعني لها علاقة بعلاقتنا مع الاحتلال. صحيح. وهذا هنا الوضع الخطير جدا اللي لازم أن نهيئ نفسنا إليه، لأنه هذا يعني خلص انتهى الموضوع. قضية أنه ألف با جيم ما فيش، قضية أنه في اتفاقية اسمها أوسلو انتهت، قضايا كثيرة، ها البرنامج الاتفاقية باريس انتهت، يعني القضية الاقتصادية، القضية الأمنية، القضية السياسية، القضية الدبلوماسية، كله الآن بده يدوب في بوتقة جديدة يقررها هذا المجلس من أجل الرد على كل ما تم إصداره، سواء كان من الإدارة الأمريكية أو من الكنيسة الإسرائيلي ومجموعات القوانين العنصرية. إذا ما عرجنا في الحديث عن الوحدة الوطنية والمصالحة، كان من اللافت هذه المرة في هذه الدورة 29 مشاركة الداخل الفلسطيني أيضا ومحمد بركة عن الداخل الفلسطيني، وإلقاء كلمة عن الوحدة والتلاحم بين كافة أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن. الواقع أخواننا بالداخل دائما يشاركون في كل المؤتمرات، ولهم دائما كلمة، ونحن نستمع إلى كلماتهم ونستمع إلى نصائحهم، لأنهم عندهم خبرة كافية، وهم حبهم لفلسطين وحبهم لقوميتهم بتأكد لنا بأنه يجب أن نكون مع بعض دائما، لأنه المصير واحد في نهاية المطاف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية قضية المصالحة الواقعة، وإن كانت قد تأخرت كثيرة، ما زلنا نحن نبني آمالا بأن الوقت هذا الصعب يجب أن يكون محفز لإنهاء الخلافات. الخلافات أنا بعتقد بسيطة جدا بحجم ما ينتظر قضيتنا. صحيح. من مخاطر، وبالتالي يعني نأمل إنه هالمبادرات اللي بتتم هنا وهناك اللي حتى الآن لم تأتي كلها، أن يكون في تغيير في هذا الوضع، لأنه الآن الوقت المناسب لأن يكون يد واحدة، ومن أجل فلسطين، وأن لا ننظر إلى أي تفاصيل هنا أو هناك، وأن نسمح هنا من أجل أن تسير المسيرة، لأنه لا يمكن أن نتمسك ببعض الأمور البسيطة هنا وهناك ونترك الجوهر الكبير. طيب. إذا ما تحدثنا أيضا عن عنوان هذه الدورة، نتحدث عن انتقال السلطة إلى الدولة، ماذا يحمل هذا العنوان من رسالة وما المقصود به؟ هذا يقول بأنه قضية السلطة والاتفاقيات التي أوجدت السلطة انتهت الآن، بعد 4 سنين انتهت، والآن مر عليها 25 سنة أو أكثر، وبالتالي الآن نحن سنرسخ الدولة الآن، وبالتالي الحراك الآن القيادة والرئيس إلى الهيئات الأممية، وما قام به المجلس المركزي من دراسات ومن تواصي بشأن العلاقة مع إسرائيل، وهذا يعني سيقودنا إلى أن نضع خطوات باتجاه الدولة وأن نفرضها نحن، لأنه لن يعطينا إياها أحد. ثبت أنه عملية السلام فقط كانت بيع وشراء للوقت، الآن انتهينا، أعطينا فرص كثيرة، الآن ما فيش إمكانية لمزيد من الفرص، الآن يجب أن نرسخ نحن بالمقاومة الشعبية، بالصمود، بالعمل، بالعمل السياسي الحكيم، باستمرار حربنا في العالم كله من أجل مقاومة كل السياسات الإسرائيلية التي في رأيي في نجاحات كثيرة وفي تراكمات كثيرة، ويجب أن تزيد هذه التراكمات. وبالنسبة للطرف الآخر في هبوط كبير، وإن كانت أمريكا تدعم هذا الهبوط، إلا أن الأمور قد تكشفت، وإن شاء الله صاحب الحق سيأخذ حقه.
وهذا ما عملت عليه حكومة الاحتلال ضوء أخضر أخذت حتى بعد إعلان ترامب بأن القدس عاصمة للاحتلال، تشرعن المستوطنات الحديث عن 20,000 وحدة استيطانية في المقابل ما يزيد عن 252 منشأة سكنية تم هدمها منذ بداية هذا العام حتى هذا الشهر. نعم. يعني تثبيت المقدسي في أرضه ومجابهة كل هذه الخطط التي تحول دون تثبيته ووجوده في العاصمة. نعم، يعني واضح الأمور أنه إحنا منهد الفلسطينية ومنهجر ونضع أساليب الحياة الصعبة حتى يعني يهاجروا يلاقوا طريقة في المغادرة، وبنفس الوقت يبنون للمستوطنين. يعني معظم المستوطنات المبنية في الضفة الغربية 200 مستوطنة في حوالي 30-40% فاضيين. القضية انه واضحة انه بدهم يعبوا الارض، يسرقوا الارض، فهمت علي؟ برضو هذا بدل انهم خايفين انه في شيء بده يصير غصبا عنهم في يوم من الايام. على اي حال يعني احنا بنقول نظرية واحدة، هذه ارض فلسطينية وما يبنى على الارض الفلسطينية فهو فلسطيني. صحيح. وبالتالي احنا لا نقر باي شيء له علاقة بهذا الاستيطان، هذا استيطان ظالم غير قانوني، والشرعية الدولية اشارت الى ذلك في اكثر من قرار. قضية الدعم المواطن، نحن بنقول انه خاصة في القدس وبكل فلسطين الواقع، دعم المواطن الفلسطيني هو اساس في الحفاظ على الارض. يعني انت بتحافظي على الديموغرافيا من اجل ان تحافظي على الجغرافيا في نهاية المطاف. صحيح. وبالتالي لابد ان يكون هناك تكثيف لمساعدة هذا الفلسطيني، قد يكون هناك يعني احتياجات اكثر بكثير مما هو يقدم. ما يقدم هو يقدم في سياق الموازنة الفلسطينية. الموازنة الفلسطينية أوضاعها ليست كما يجب، وبالتالي يعني مفروض معركة القدس اللي نحط فيها مليارات قاعد من الصهيونية العالمية ومن الدول الغربية ومن أمريكا، أن يكون أيضا رافد لنا من إخواننا العرب والمصريين، ولديهم القدرة الواقع أنه يقدموا كثير. نتأمل أنه يكون في توجه بهذا الاتجاه حتى نبذل الناس وحتى نحافظ ونرمم في البلدة القديمة ونحافظ على مقدساتنا ونفتح وندعم المؤسسات ونقدم برامج ومشاريع صغيرة للعائلات وللأشخاص وللأزواج الشابة وما إلى ذلك. البلد والتجار، الوضع التجاري سيء، يجب تفعيل أوضاع التجار بشكل كبير. هذه معركتنا الأساسية، يعني الوجود والبقاء في الأرض كما ذكرت. دعني أنهي معك هذه الفقرة، وفي العودة عن الدورة 29 للمجلس المركزي نتحدث عن تمديد أعمال هذه الدورة. كان المتوقع أن تنتهي مساء أمس، اليوم هنالك تمديد حتى مساء هذا اليوم. ما المتوقع وما المخرجات المتوقع؟ يعني الواقع كان في نقاش بالأمس طويل، يعني والنقاش الطويل يعني أنا بعتقد جيد، يعني يشير أنه في جدية في الموضوع. هذا تطلب أنه يكون في كمان جلسة مسائية اليوم حتى يتم الخروج بالبيان الختامي. هناك لجنة صياغة الآن تعمل، وسيتم طبعا عرض الأمر على المجلس من أجل إقرارها، وسيكون الإعلام طبعا بالطلاع على كل ذلك. ستنبقى تنفيذ لهذه القرارات، ونأمل بأن تكون هذه القرارات في سياق التنفيذ وليس في سياق القرارات بس كلام أو كتاب، لا، في سياق التنفيذ، والوضع لا يسمح إلا بالتنفيذ أصلا. صحيح. يعني شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، ونأمل ذلك. اليوم سنكون على اطلاع ومتابعة أيضا مباشرة في تلفزيون فلسطين عن مخرجات هذه الدورة. وزير شؤون القدس ومحافظ محافظة القدس الأستاذ عدنان الحسيني، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا الكرام، إلى باقي فقرات برنامج صباح الخير يا قدس والحديث عن التطورات الميدانية وبالتحديد عن شرعنة الاستيطان المخالف لكافة القوانين الدولية مع ضيفي الكريم، ولكن بعد هذا الفاصل. سيادو مش عارفين كل يوم بيقول الشهيد، احنا سيادو مش عارفين كل يوم بيقول الشهيد، نموت ونفدي الخان الاحمر غصب عنك يا عربيد، نموت ونفدي الخان الاحمر غصب عنك يا عربيد، احنا سيادو مش عارفين، احنا سيادو مش عارفين
سياد ومش عبيد احلى سياد ومش عبيد احلى سياد ومش عبيد احلى سياد ومش عبيد المطراب الخال الاحمر وركان الغضب بيتفجر المطراب الخال الاحمر صباحكم مشاهدينا الكرام إلى باقي فقرات برنامج صباح الخير يا قدس. وفي هذه الفقرة نتحدث عن الاستيطان ودعم موازنات المستوطنات والمستوطنين من قبل حكومة الاحتلال التي تسخر أموالها وذاتها لخدمة المستوطنين. هي تهدم وتستولتي على أراضي أبناء شعبنا وتعوضنا بالاعتقال والتغريم، أما هم أبناء حكومتهم وأقصد هنا المستوطنين، فتستولي لهم على منازل المواطنين وتبني لهم مستوطنات، بل وتعوضهم بمبالغ مالية مقابل إخراجهم من مستوطنة غير شرعية أصلا مقامة على أراضي أبناء شعبنا، تماما كما صادقت ما تسمى اللجنة المركزية اللجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية على إضافة 35 مليون شيكل تخصص للمستوطنات. عدا عن ذلك كان هنالك إعلان من ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل وبلدية الاحتلال على بناء أكثر على بناء 20 ألف وحدة استيطانية وتخصيص أكثر من 1,800,000,000 شيكل لخدمة المستوطنين ولتقديم بنى تحتية خدماتية يحرم منها أهالي الأرض الأصليون. عدا عن ذلك كان هنالك في سلوان عملية مصادرة لمئات الدنومات في غرض البستنة. هذه الأهداف كلها تصب لصالح المستوطنين، المستوطنون الذين أصبح لهم حق تقرير المصير فقط وحدهم في قانون القومية العنصري. عن كل هذه المواضيع أتحدث مع ضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ أمجد الشاب، يعطيك العافية وسعد صباحك. أنا عافيك وسعد صباحك وسعد صباح جميع المشاهدين. في البداية نتحدث عن ما حدث أمس والمصادقة على بناء 20,000 وحدة استيطانية في مستوطنات جاثمة على أراضي أبناء شعبنا من الشمال إلى الجنوب، ونتحدث عن تخصيص 1,000,000,000 شيكل وأكثر لتقديم خدمات بنى تحتية خدماتية ومشاريع سياحية وصناعية. 100% هذا يدخل في نطاق مراحل جديدة من السيطرة والهيمنة ومحاولة إنهاء الصراع. القضية الفلسطينية هي قضية تحرير شعب، وهذا من هذا المصطلح تنبع عدالة وشرعية هذه القضية. الاستعمار الإسرائيلي كان في البداية هو استعمار كلاسيكي، أصبح اليوم دولة استيطان، تحولت من استعمار كلاسيكي إلى دولة استيطان. عملية
الاستمرار في هذا الاستيطان واعطاء مزيد من 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 الوحدات السكنيه وخاصه في ارقام قياسيه ك20,000 ومحاولات ولا رقم مهول، هذه محاوله لانهاء الصراع. وهذا اذا اذا اذا, إذا اعطى شيء اعطى انطباع يعني بشكل واضح انه اسرائيل ليس لديهم ثقه تامه بانهم قد هيمنوا انهوا الصراع، وهذا يعطي دلالات كثيره على ان الفلسطينيين الصراع ما زال قائم وان الفلسطينيين ما زالوا على الميدان وما زالوا على الارض. هم يستخدمون نظريه فرض الامر الواقع منذ 70 عام يستخدمونها، وأصبح دعم الاستيطان في القانون القومي الجديد هو قيمة قومية بالنسبة لهم، وهو فرض على كل حكومة أن تدعم هذا الاستيطان. هو كان البند الأهم في قانون القومية، نتحدث عن البند الثالث وهو شرعنة الاستيطان ودعم هجرة المستوطنين إلى القدس 100%. فهذا القانون هو يحاول إنهاء هذا الصراع، ولكن الصراع يقوم الآن بين يعني إسرائيل لا يمكن أن تأخذ المظلة فقط من دولة واحدة في العالم، ولا يمكن أن تخترق كل القوانين الدولية فقط لأنها الأقوى على هذه الأرض. وعلى الفلسطينيين، أنا سمعت بعض التحليلات وبعض المواقف الجديدة من الفلسطينيين، هذا يدل على أن هناك وعي تام بأنهم سوف يأخذون قرارات يمكن أن تعيد الصراع من بدايته من صحيح. الصفر، وإلغاء كل ما يساعد الإسرائيليين ويعطيهم غطاء بالاستمرار بهذه السياسة الإجرامية وهذه السياسة للقضاء على أي شرعية فلسطينية على هذه الأراضي. وهذا يعني شيء يعطي الأمل أكثر، وخاصة أن المعركة لم تنتهي، نحن ما زلنا هنا وما زلنا نقاتل. هناك أخطاء كثيرة يمكن أن ندركها، هناك استراتيجية يجب علينا أن نتبعها، هناك خاصة أن إنهاء عملية ضرورة وجود مرجعية في القدس، هذه ضرورة حتمية يجب أن نصل إليها، إنهاء الانقسام الذي يعطي غطاء للإسرائيليين ويبذر كل جهودنا وكل طاقاتنا في صراعات داخلية يجب أن ينتهي. وهذه الأمور يعني ممكن متطلبات الكل صحيح. العمل سيكون جماعي، يجب أن نستغل جميع طاقاتنا، عمل جماعي يضم جميع الفلسطينيين، جميع الأحزاب، جميع التيارات. اسمح لي لنبقى في الموضوع، نتحدث أيضا لم تكتفي حكومة الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة، في لافتة خطيرة نتحدث عن تخصيص أموال المستوطنين والمستوطنات وأيضا تعويض مستوطنين هم بالأساس سنت لهم قوانين سابقة كشرعنة مستوطنات، نتحدث بالتحديد عن مستوطنتي ما تسمى عمي حاي ونتيف هابوت. 100% هو عملية التعويض هون عملية إعطاء أكثر الدفعة للمستوطنين، لأنه معظم المستوطنات فارغة، معظم كل الوحدات السكنية فارغة. هم يحاولون بطريقة أو بأخرى تشجيع جميع المستوطنين على القدوم، يعتقدون أن مشروعهم قد انتهى وأنهم بدأوا يسيطروا فعليا على الأرض ويتناسون كليا بعض المصطلحات. هم يعتقدون أن مصطلح الضحية ينطبق فقط عليهم، وهذا خطأ تام، ويستغلون بشكل كبير جدا. هي تعوضهم لأنهم أخرجتهم من مستوطنة على أراضي أبناء شعبنا، ولكن في المقابل تهدم دون تعويض، بل وتغرمهم بمبالغ مالية طائلة أجار بلدية الاحتلال. نتحدث عن هذه المفارقة العنصرية 100%. هم يعطون انطباع أنهم لهم حق تاريخ وأن هذه أرضهم صحيح. وأنهم هم المواطنين، وهذه عملية إقصاء وإلغاء للآخر كليا، يعني عملية إلغاء كامل للآخر. وهذا الشيء طبعا هذا الشيء يجب أن يدفع الفلسطينيين أكثر للوحدة وأكثر للعمل الجماعي بشكل يمكن من خلاله إطالة الصراع. يوجد هناك هامش حركة للفلسطينيين لا يستغلونه بالطريقة الصحيحة الكاملة، وأتمنى أن تكون هناك هذه المساحة الحركة اللي عم تتضيق وقت ما وقت مع الممارسات إسرائيل، مع القوانين العنصرية، مع قانون القومية، مع زيادة الاستيطان المتسرع الذي يعتقدون الإسرائيليين بأن استمرار الرئيس ترامب قد لا يطول في مرحلة ثانية. فهم في صراع مع الوقت، يحاولوا أن يكسبوا في أكثر وقت ممكن ويحصلوا على الأرض، يحققوا نتائج على الأرض، لأن هذه سياسة أمر الواقع استخدموها من 70 عام وما زالوا يستخدموها بطريقة أو بأخرى حتى يومنا هذا. وكل هذه السياسة لذات الهدف، وهي الحرب الديموغرافية التي تشن علينا،
وحتى لو كانت بأساليب مختلفة، ننوه للمشاهدين أن هنالك أساليب مختلفة تعتمدها حكومة الاحتلال في السيطرة والاستيلاء على أراضي أبناء شعبنا تماما، كما حدث في بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، ومصادرة مئات الدنومات لصالح أعمال بستنة، وبحجة أن هذه أراضي خالية. في المقابل أهالي الحي لا يحصلون على تراخيص لإقامة مباني هناك 100%. هم يستخدمون كل الأساليب، ولكن على الفلسطينيين يدركوا تماما بأن الوقت سيلعب بطريقة أو بأخرى في المستقبل لصالحهم. استمرار الصراع على الأرض هو يعطي الأمل أكثر بأننا سنكسب، لأن المعطيات الدولية والمعطيات المحلية والمعطيات الإقليمية ستتغير مع وقت لآخر. نحن نعيش في زمن متغيرات سريعة جدا ومتقلبات سريعة جدا، وخاصة أن هناك مؤشرات بعد الهبوط والانقسام والتشرذم العربي، نرى أن هناك معطيات تعطي الأمل بأننا يجب أن نستمر حتى تتغير هذه المعطيات. وجودنا على الأرض يعني الكثير، وجودنا وبقائنا على الأرض واستمرار إسرائيل في سن القوانين واستمرار في الاستيطان، هذا يعطي أن المعركة لم تنتهي وأن نهاية الصراع لم ينتهي أبدا. إذا ما خصصنا الحديث عن بلدة سلوان، وكان لنا استضافات سابقة ومطولة للحديث عن هذا الموضوع، اليوم نتحدث عن حي وادي الربابة، عن حي العباسية، وهي الأراضي الفارغة الوحيدة التي تبقيت لأبناء شعبنا في بلدة سلوان للبناء عليها. اليوم تقوم حكومة الاحتلال بمصادرتها لخدمة المستوطنين، إقامة مطاعم، فنادق، محال تجارية في المكان، وتخصصها أنها لفترة زمنية محددة لا تطول عن 5 سنوات. إلا أن أهالي الحي كان لهم تجربة سابقة ومريرة، وخاصة في وادي حلوة، الاستيلاء على أراضي بحجة البستنة بعدها تتحول إلى مستوطنة أو تعطى لجمعيات استيطانية. 100%. هم بيحاربوا على كل سنتيمتر، على كل متر في القدس، وحاولوا يستولوا عليه. منطقة سلوان بالنسبة لهم منطقة حيوية كثيرة، خاصة في معتقداتهم وأساطيرهم الذي يبثوها ويحاولوا إقناع العالم بها، بأن سلوان هي مدينة داوود، وأنها هي الجزء ال بجانب هيكل ما يسمى هيكل سليمان مثال ذلك. فبالنسبة للرواية التلمودية الدينية يعني يحاولون فيما يسمى الحوض المقدس، 100% في الحوض المقدس. فمنطقة سلوان بالنسبة لهم منطقة حيوية جدا، وخاصة بالنسبة لتحقيق مآربهم والسيطرة كمرحلة من مراحل السيطرة على المسجد الأقصى وعلى باحات المسجد الأقصى. فالسيطرة على محيط المسجد الأقصى من سلوان أو ما يسمى بين قوسين ما يدعون أنه هو الحوض المقدس أو ذلك، هو جزء مرحل من المراحل. الصراع المتر بالمتر والسنتيمتر والدكاكين وبعض الأحواض من هنا وهنا بجميع الوسائل، سواء بالاستيلاء سواء بالشراء سواء في عملية التسريب، هذا يضع 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 الفلسطينيين أمام مسؤوليات كبيرة وأمام تحديات كبيرة. كل الجهود اللي قائمة حاليا جيدة ولكن غير كافية، لكنها لا تلتفت إلى أي وجود مقدسي وفلسطيني بشكل عام. حتى القوانين الدولية تضربها بعرض الحائط، حتى القوانين الإسرائيلية، يعني في القانون الدولي معروف أن الاستيطان هو غير مشارع، هي تشارعنا ومستمرة في ذلك، ويعني لن تجد قوة لاجمة لها بانتهاكها لكلفة هذا الحقوق بعد الفيتو الأمريكي الذي يرفع بوجهنا، بوجه القيادة الفلسطينية، بوجه أبناء شعبنا، ومع سياسة الاعتقال التي تحاول كبت الصوت الفلسطيني المعترض على كل هذه السياسات. 100%. ليس لدينا حل آخر سوى الصمود، سوى الصبر. هذا هو الحل بعد التخاذل وبعد الضعف العربي وبعد التناقص. ولكن هذا جزء من صراع. احنا لسنا اول شعب تم احتلاله وليسنا اول شعب تم السيطره عليه. الصبر والصمود، حققنا اشياء كثيره ويمكن ان نستمر بتحقيق اشياء كثيره اذا تخلصنا من مشاكلنا الداخليه واصبحنا يد واحده، سلاحنا عمل الوحيد مشترك هو واحد. صحيح. هذا هو سلاحنا الوحيد. صحيح. استمرارهم بهذه الغطرسة وبهذا التخبط وبهذه السرعة وكل هذه الطاقات اللي بيستخدموها ضدنا، هذا بدل على أن المعركة لم تنتهي. صحيح. وأن أمامنا الكثير أن نعمله، وعلينا كمجتمع مقدسي وكشعب فلسطيني أن 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 نتخلى عن كل المظاهر النزاع السلبية والنزاعات الداخلية، وأن نعلم تماما بأننا وصلنا مرحلة صراع بقاء.
صحيح. وعلينا أن نعمل كل ما يمكن من خلال وحدتنا ومن خلال نبذ ورمي كل خلافاتنا، لأن هذه المعركة هي معركة مستقبلية ليس فقط لنا حاليا ولكن للأجيال القادمة، لأطفالنا لأولادنا، وهذا الشيء يجب أن يوحدنا بشكل كبير، وأن نبتعد عن كل خلافاتنا، لأننا أمام معركة مصرية، معركة صراع صراع بقاء على وعن الأرض. هذه التحركات نتحدث في محورنا الأخير عن قانون القومية العنصري، وكان هنالك خطوات متعددة لمجابهة هذا القانون سواء قياديا وهو ما تركز عليه الدورة 29 في المجلس المركزي، أو حتى في الحديث عن التظاهرات. كان هنالك تظاهرة أم المظاهرات كما سميت في وسط تل أبيب وبأعلام فلسطينية نادت بفلسطينية هذه الأرض. هل حققت هذه المسيرة أو المظاهرة هدفها المنشود، وما المطلوب؟ مطلوب المظاهرة بحد ذاتها هي رسالة، رسالة لرفض هذا القانون، والأعداد اللي شاركت بشكل أو بآخر بعثت رسالة، ولكن هذه المظاهرة ليست كافية كعمل، ليست كافية. القانون القومية أو القانون العنصري بتعابير جميع المحللين السياسيين سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي، الإسرائيليين يبدلون القومية على ما يسمى الديمقراطية، لم يأتوا بالجديد، ولكن هم شرعنوا القوانين العنصرية التي كانوا يستخدمونها بطريقة أو بأخرى، وأصبحت الدولة بشكل لا نزاع عليه ولا خلاف عليه دولة أبرتايد، دولة فصل عنصري، وهذا الشيء بدل على إذا دل على شيء لا يمكن القضاء على حقوق السكان الأصليين سواء كانوا إخواننا في 48، وهذا قانون يهدد ليس فقط إخواننا في 48 ولكن يهدد كل الشعب الفلسطيني، وخاصة يلغي تماما حق العودة وحق اللاجئين، لأنه يعطي فقط الحقوق فقط للديانة. لم نرى في العصر الحديث خاصة في الألفية الثالثة أن الديانة هي التي تعطي حق المواطنة، وهذا انتهاك لجميع القوانين، وهذا تهديد ليس فقط تهديد للقانون الدولي وتهديد للحضارة الغربية ما يسمى، لأنه يعتقدون أن الحضارة الغربية هي حضارة يهودية غربية مسيحية بشكل أو بآخر، وأنا بعتقد أن سن قانون زي مثل هذا هو يهدد كل القيم والمبادئ التي قامت عليها ما يسمى بالحضارة الغربية اليوم، وهذا شيء أنا بجده بطريقة أو بأخرى إيجابي لسقوط القناع عن هذه الدولة العنصرية، الدولة الاستيطانية بشكل أو بآخر، وهذا لا يلغي بتاتا شرعيتنا وعدالة قضيتنا، بل يعطينا أكثر بعد، ليس فقط بعد قانوني وبعد دولي وبعد إنساني، ولكن هذا يزيد من 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 قوتنا ويزيد من حقنا بالاستمرار امام هذا التخلف والتعجرف الذي يقوم فيه مجموعه تدعي بحقوق من يعني الاف السنين. يعني كل شرعنته بهذا القانون هي تعمل به منذ النكبه حتى يومنا هذا، هي لم تعمل فيه، لكن هي يعني كشفت الامور، وهو يعني هذا ياتي لصالحنا، لانه هي سن القانون كان لاهداف حزبيه وصراعات داخليه في دوله الكيان الصهيوني، يعني هم من قد يساعدوا الشعب الفلسطيني في كشف اشياء كثيره، وخاصه في سقوط هذا القناع التي يدعون به انه قناع دولة ديمقراطية الأفضل في الشرق الأوسط وما شابه ذلك، ولكن هو يعني نسف كل الحقوق لكل ما يسمى بالأقليات. نحن لسنا أقليات، نحن سكان أصليين، ولسنا 100%. يعني شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. المحلل السياسي المقدسي أمجد شهاب، يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك. الله يعافيك وشكرا لك. وإلى نافذتنا ومن بادية القدس الشرقية إلى الخان الأحمر، ولأنهم في الذاكرة توجه طاقم صباح الخير يا قدس مجددا لقرية الخان الأحمر، القرية التي هجر مواطنوها مرارا وتكرارا منذ النكبة حتى يومنا هذا، لنتحدث عن تأثير الترحيل القسري عن الحياة البدوية التي تشكل جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني. التقى الطاقم بالباحث في الحياة البدوية والفلاحية الأستاذ أحمد حنيطي، وعاد لنا بهذه النافذة مع الزميلة أسيل عيد.
صباحكم عز وصمود مشاهدينا الأعزاء. اليوم موجودين نحن في قرية الخان الأحمر شرقي العاصمة القدس لنحكي أكثر عن هالقرية المهددة بالترحيل، عن القرية المهددة بالمحو وأهاليها المهددين بالترحيل القسري ضمن مخططات الاحتلال الساعية للسيطرة على كل جزء من هاي المدينة. هل أشخاص يلي ما بشكلوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني ومكونات المجتمع الفلسطيني، رح نحكي عنهم وعن كل الأحداث اللي طرأت عليهم مع المختص في علم الاجتماع، حاصل على ماجستير في علم الاجتماع، الأستاذ أحمد ناطي. يسعد صباحك بداية. أهلا وسهلا. تحكي لنا عن حضرتك، درست عن المجتمع البدوي والفلاحي أيضا، تحكي لنا عن مجتمع البدو، كيف تغير أو كيف طرأ عليه أحداث وتغيرات من النكبة لليوم ضمن مخططات الاحتلال؟ يعني إحنا نحكي عن فلسطين إنها فلسطين تشبه القارة بما كيف تختلف جغرافيتها، وهذا الاختلاف أدى إنه كمان اختلاف في المجتمع الفلسطيني، التجمعات الفلسطينية من مكان لمكان. هلأ المجتمع البدو في فلسطين هلأ توزعهم تاريخيا كان في تقريبا في مناطق كتير قريبة من التجمعات الكروية الفلسطينية، وبالتالي كان في تأثر وتأثير، وبالتالي ما نحكيش عن بدو خالصين يعني بدو المتوغلين في الصحراء، وإنما بدو اللي بيعتمدوا بشكل أساسي على الثروة الحيوانية، بيعتمدوا البيئة اللي هي بتأثر على سلوكاتهم وطباعهم وممارساتهم اللي خلى عندهم خصوصية في المجتمع الفلسطيني اللي أغنى المجتمع الفلسطيني بهاي الثقافة وهذا التراث الثقافي. هلا البدو تهجروا سنة 48 زيهم زي ما تهجروا الفلاحين الفلسطينيين، ولكن نحكي جزء أساسي الجزء الأكبر منهم تهجر مع يعني أخذوا قطعان مواشيهم معهم، وبالتالي إحنا بنحكي عن استمرارية في عملية الاعتماد على الثروة الحيوانية على عكس ما حصل مع التجمعات الكروية الفلسطينية اللي هي تركت أراضيها، تشردت من أراضيها وطلعت بدون يعني هجرهم من أراضيهم، وبالتالي ظل في امتداد للثقافة البدوية من خلال اعتمادهم على الثروة الحيوانية اللي ظلت منتشرة لحد الآن. هلأ البدو الموجودين في الضفة الغربية هم تقريبا اللي هم كمان لساتهم معتمدين على النمط الثقافي البدوي، هم أكثر شيء بنحكي عن ثلاث قبائل بدوية اللي هم الجحالين اللي هم كتير منتشرين حوالي منطقة القدس، نحكي عن الرشايدي اللي هم عندهم كمان في منطقة بيت لحم وكمان بعض مناطق أريحة، نحكي عن كعابنة اللي منتشرين برضو على طول الشريط الشرقي حتى في مناطق الخليل. يعني انت كنت تحكي انه هم اخذوا مواشيهم معهم، كانوا يعتمدوا على الثروة الحيوانية وعلى الثروة الزراعية ايضا في مرحلة من المراحل. هلا اليوم البدو على شو بيعتمدوا؟ كيف اثر كل هالترحيل مخططات الاحتلال عليهم كحياة بدوية؟ هلا بنحكي عن نمط الحياة البدوية، هي نمط الحياة اللي بتعتمد على الثروة الحيوانية وعلى المراعي وبالتالي على مساحات واسعة من الاراضي، وبالتالي هم انتشروا بشكل اساسي على طول الشريط الشرقي للضفة الغربية، منطقة الاغوار جميعها ومنطقة البحر الميت. هلأ اعتمادهم على الثروة الحيوانية أدى أنهم يستخدموا مساحات شاسعة من الأراضي، وبالتالي هذا كان جزء يعني عملية الممارسات الإسرائيلية ضد التجمعات البدوية هي قضية قضاء على استخدامهم هاي المساحات، وبالتالي تطهير هاي المساحات من المناطق من السكان الفلسطينيين، وبالتالي يعني البدو اعتمادهم على الثروة الحيوانية وانتشارهم في هاي المساحات واستخدامهم لهاي المساحات من الأراضي الشاسعة جعل الهوية البدوية وجغرافية المنطقة هوية فلسطينية بدوية. أيضا هم كانوا يتنقلوا كبدو، بس اليوم في خوف بأنهم إذا طلعوا من منطقة رح يمنعوا أنهم هم يرجعوا لها من جديد. هلأ الممارسات الإسرائيلية بدهم الممارسات تهدف إلى القضاء على الاقتصاد التقليدي للبدو، وبالتالي القضاء على الثروة الحيوانية اللي هي بتشكل حماية وحراسة لهي المساحات الشاسعة من التهويد والمصادرة، وبالتالي هم الإسرائيليين عملوا سياستهم كانت مبنية على تجريد هذول البدو من هاي الثروة الحيوانية، وهذا أدى إلى تقليص المساحات الرعي، فيش بنية تحتية، منعهم من الخدمات، منعهم من وصول إلى كثير من الخدمات وغير الخدمات، وبالتالي احنا بنلاحظ هلا التجمع البدوي اللي احنا عايشين فيه وكمان الموجودين فيه والتجمعات اللي بتفتقر الى البنيه التحتيه كلياتها. هلا هذا هو جزء اساسي من هدف طرد البدو من الاماكن اللي هم موجودين فيها.
وبالتالي هذا الطرد بيؤدي انه تقليص الثروه الحيوانيه، تقلص الثروه الحيوانيه عند البدو بشكل اساسي، وبطل اعتمادهم الرئيسي على الثروه الحيوانيه، صار يعتمدوا على مصادر مكمله للاقتصاد. بنحكي عن الشغل مثلا في المستوطنات، الشغل في المؤسسات الفلسطينيه المختلفه الرسميه وغير الرسميه، الشغل في المتاجر في بعض البدو كمان عندهم حياتهم اختلفت، شغلهم اختلف، يعني بالزبط. اشياء رئيسيه في الحياه البدويه وايش كان بيميزها كلها اختلفت بسبب كل هالمخططات. نحكي عن ثلاث مخططات رئيسيه للتوطين للبدو. هلا الاداره المدنيه الاسرائيليه، اداره الاحتلال، ادت انه كانت عند البدو مطالب، بما معنى انه انتم كنتوا تهجرون، احنا ما فيش الا مكان نروح فيه، اراضينا اللي انتم اللي لنا انتم صدرتوها في 48 رجعونا على اراضينا، وبالتالي هذا كمان جزء اساسي من الثقافه البدويه، انه هم كمان لساتهم في عندهم تمسك بالارض على غير الانطباع السائد، انه هم بتنقلوا وما فيش عندهم ارض وما فيش عندهم وما فيش يعني ما بينتموا للارض. وهذا شيء جزء من ادعاءات الاحتلال، هذا جزء من ادعاءات الاحتلال انه البدو هم تجمعات متنقله وبالتالي اي مكان بنحطهم فيه. هل هذا الشيء البدو الموجودين في الضفه الغربيه؟ لا، عندهم ارض كانوا عايشين فيها قبل 48 وبحنوا لها. كل المقابلات لما كنت احكي مع البدو كان يحكوا لي عن الحنين للارض، زي ما بيحكي لي الفلاح الحنين للارض اللي تم تهجيره منها، وبالتالي هم كانوا يمارسوا العمل الزراعي كمان الى جانب الثروه الحيوانيه، وبالتالي كانوا يحكوا عن الزراعات كمان اللي كانوا يزرعوها. هلا البدو حاليا انحرموا من قضيه الزراعه وانحرموا من قضيه الراعي، وكمان هذا كلياته عشان تهيئه الاجواء لتجميعهم بشكل قسري في تجمعات يسموها مخططات توطين او قرى بدويه على سياق اللي بده اياه الاحتلال. وبالتالي هذا المخططات اللي هم بنحكي عن ثلاث مخططات بشكل اساسي رئيسيه، مخطط في فصايل في منطقة الأغوار، مخطط في النواعمة اللي تم إعداده ليكون يستوعب حوالي 12500 بدوي، وكمان مخطط اللي هو في الجبل على أرض أبو ديس اللي كمان هو توسعة وتكملة للمخطط اللي كان معدينه في 97 اللي تم تهجير بعض عائلات أسر السلايمين هم تابعين لقبيلة الجهالين لهذا التجمع بشكل قصري. وجودهم في هاي التجمعات هو تجريدهم من الثروة الحيوانية بشكل كامل، واعتمادهم وأيضا إنهاء الحياة البدوية وإنهاء الثقافة والمجتمع البدوي اللي كان بغني المجتمع الفلسطيني بتنوعاته. وبالتالي إحنا بنحكي عن تجريدهم من الثروة الحيوانية، عن تجريدهم من النمط التقليدي والثقافي، لأن الاقتصاد بيأثر على الثقافة وبالتالي بيأثر على نمط الحياة وبيأثر على قضية التفكير، وبالتالي يعني تجريدهم من الثروة الحيوانية إذا تجريدهم من نمط الثقافة اللي هم بيعيشوها، وأيضا يعني بيأثروا على جزء لا يتجزأ من الشعب، مكونات الشعب الشريحة الفلسطينية. تمام، شكرا لك، يعني يا ريت كنا بنقدر إنه ناخذ أكثر معلومات من حضرتك أستاذ أحمد، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. يعني مثل ما أنتم شايفين ومثل ما الأستاذ أحمد تطرق لهون، بنوصل لنهاية لختام هذه الفقرة يلي حاولنا من خلالها إظهار إنه البدو هم حياة كاملة ممكن تتأثر، ومكونات مكون رئيسي من مكونات المجتمع الفلسطيني. هون إحنا بننهي في ختام هاي الفقرة مع خيمة التضامن يلي توجه لها كل أبناء شعبنا للتضامن مع المجتمع البدوي وبالأخص في قرية الخان الأحمر. من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام إلى باقي فقرات برنامج صباح الخير يا قدس، وهي تسعى لإثقال كاهل المواطن المقدسي بكافة أساليبها حتى لو كان ذلك بطرق غير قانونية، فتستغل حاجة المقدسي للسفر والتنقل، فتعمل على جباية أموال ليس لها أي حق فيها عدا عن عنصرية التعامل لكل من يحمل اسم مواطن ومقيم. هنا نتحدث عن ما تعرف بوزارة الداخلية الإسرائيلية التي كثر الحديث عنها مؤخرا، وعن عنصريتها وعن المماطلة التي تنتهجها بحق أبناء شعبنا في الآونة الأخيرة، مع أنها وعدت بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لكن حتى هذه اللحظة دون جدوى. فرفع المحاميان خالد الطويل وصابر ناصر دعاوي جماعية فيما تسمى المحكمة المركزية نيابة عن جميع سكان
شرق القدس، لتتوقف وزارة الداخلية وبشكل فوري عن جباية رسوم التصريح. نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفي وأحد المحامين المترافعين عن هذه القضية، الأستاذ خالد الطويلي. سعد صباحك. سعد صباحك وصباح الأخوة المشاهدين. أستاذ خالد، لتوضيح الفكرة للمشاهد، نتحدث عن أي رسوم نحن؟ كمواطن مقدسي بيضطر للسفر للأردن لازم يدفع عدة رسوم. بيدفع أول شيء رسوم معبر 180 شيكل، وبيدفع كمان بالإضافة لهذا الإشي يوم بيسافر من معبر الليمبي بيدفع كمان 230 زائد 180، يعني مبلغ كبير يعني يثقل الكاهل المواطن. الحقيقة السنة الماضية أنا سافرت من معبر طابة دفعنا بس 100 شيكل، قبليها كنت مسافر للأردن دفعنا 450 شيكل تقريبا، فصرت أسأل بنفسي ليش من معبر تاني بندفع 100 شيكل، من معبر الليمبي بالذات بندفع 450. فبلشت يعني من سنة أو أكثر يعني أدرس قانونية هذه الرسوم اللي بيجبوها، وبرضه تعرضنا لأحكام محاكم وسوابق قضائية وشغلات زي هيك، يعني أخذ وقت ومجهود كبير يعني وأنا بدرس بالموضوع هذا. فحتى أنه استفدنا البحث ووصلنا لقناعة أنه القانون الإسرائيلي بنص بشكل واضح أنه كل إنسان بيحمل وثيقة سفر، اللي هو وثيقة سفر عبارة عن سيباسي أو جواز سفر إسرائيلي، وبيكون ساري المفعول، وأنه في حالة هو احتاج إلى سفره إلى وثيقة سفر حد طعميه اللي هي لمرة واحدة اللي هي التصريح أنا بين قوسين، يكون معفى أنه يدفع عن التصريح اللي يعني هي وثيقة سفر. عن 480 تقريبا. لا احنا بنحكي على 230 شيكل. 230 شيكل، 180 هذا بالقانون يعني هذا حسب قانون الرسوم. بس قاعده 200 230 صار لهم عشرات السنين بيجبوا بشكل غير قانوني، هذا بخالف قانون الجوازات وبنود. يعني زي ما بنحكي احنا ان سنين باخذوا منا مبلغ هم نعم. 230 شيكل اضربيها بعشرات سنين بتحكي على مبلغ كبير. عدد مسافرين كبير. نعم، مش اقل من 100,000 بني ادم كل سنه بيعدي من معبر الليمبي. يعني للمقارنه مثلا اذا انت بتسافر للاردن عن طريق بن غوريون ما بتدفعش ولا شيء، اذا بتسافر عن طابة او عن جسر الملك حسين بتدفعش الا 100 شيكل. يعني هي بتستغل حاجه المواطن انه بده يتنقل عن طريق الجسر. يعني للعلم هو التصريح يوم انت بيكون معك سيباسي لازم بس تدفع العبوريه، بس هيك القانون بنص. فمش عارف يعني صار لهم عشرات السنين مستخفين في المواطن المقدسي، مستخفين المواطن المقدسيين، وبيجبر 230 شيكل من كل واحد حتى لو معه سيباسي بيجبوها بشكل غير قانوني ومناقض لقوانين الجوازات وانظمه الجوازات. هيك القانون واضح. هاي المعركه اللي انت بدات فيها انت والمحامي استاذ ناصر كانت مش وليدة اللحظة، بنحكي عن تقريبا من سنة وانتم عمالكم أكثر من سنة، سنة ونص تقريبا ندرس الموضوع بشكل معمق، رجعنا كل سوابق القوانين القضائية في هذا الموضوع، رجعنا قوانين الجوازات، أنظمة الجوازات، حتى وصلنا لنتيجة إنه هذه الرسوم تجبى بشكل غير قانوني. يعني أنا هلا كمسافرة بقدر أنزل على الجسر وما أدفع ال 200؟ لا لسه الأمور لسه في طور القضاء يعني. بس يعني بنقدر نحكي في هاي الجزئية إنه أنت بتاخذ مني بطريقة غير قانونية. نعم صحيح. نتحدث حكيت يعني في خبر أنا قرأته أنتم كنتوا ناشرينه، كنتم طالبين شو مطلبكم من المحكمة من هاي الدعوة؟ مطلبنا في قانون اللي هو قانون الدعوات الجماعية بسموها تفيعوت يتسوغيت أو حوك تفيعوت يتسوغيت من سنة 2006، بيقدر الواحد إذا بده يرفع قضية على السلطة سواء سلطة حكومية أو محلية للإدارة بدنا نسميها، إنه بيقدر يطالب إنه يرجع الرسوم التي دفعت بشكل غير قانوني لمدة 24 شهر لورا، وكذلك يعني بيطالب إنه التوقف عن رسوم الجباية بشكل فوري في حالة كانت الرسوم تجبى بشكل غير قانوني. وهذا كان مطلبنا إنهم يرجعوا أثر رجعي لمدة سنتين لكل واحد مقدسي دفع الرسوم للتصريح في حالة أنه كان مع سيباسي بشكل فوري رجوع، وكذلك الامتناع عن جباية هذه الرسوم التي تحصل بشكل غير قانوني مناقض لقانون الجوازات. نتحدث عن هذه الدعوة وكيف يعني مشيتم فيها قانونيا، ونتحدث أنها باسم جميع سكان القدس كما نعم أعلنتم. نعم. كيف تم إحصاء هذه الأعداد والأرقام؟ لا هذه إحنا طبعاً إحنا مصادرنا اللي هي الإعلام. الإعلام يعني بيحكي عن تقريباً 100,000 واحد كل سنة بيعدي من المعبر. يعني أنت تخيل 100,000 واحد بيدفع كل واحد 230 شيكل، بنحكي على 24 شهر حوالي 90 مليون شيكل. طلبنا بإعادتها للمقدسين اللي دفعوا رسوم بشكل غير قانوني. طبعاً المعلومات
النهائيه موجوده في وزاره الداخليه. احنا طلبنا من المحكمه انه وزاره الداخليه تكشف عن عدد المسافرين وعدد الناس اللي دفعت هذه الرسوم بشكل غير قانوني. طبعا المعلومات كلها موجوده عند الداخليه وهم من اللي المفروض انهم يكشفوا هذه الامور قدام القضاء. لما يتم جبايه ال 230 شيكل منا كمسافرين عن طريق جسر الاردن، شو الحجه بتكون؟ يعني احنا بندفع ال 230 بدون ما احنا نعرف حجتهم احنا ما فيش عندنا مشكله انه تسافر على السباسيه مع السلامه، بس الاردن بترجعك. فكونه الطرف الثاني بده تصريح او وثيقه سفر لمره واحده، هذا بعطيكاش حق انك تاخذ مني كمان 230 شيكل، انا دافع لك 180، ليش دافعني كمان 230؟ هلا هذه الامور مخالفه للقانون ومخالفه للعداله ومخالفه للمنطق، يعني اذا الطرف الاخر بده تصريح مني لازم ادفع عليه 230، هي مجرد ورقه، طب ما القانون بقول لك مش لازم ادفع. صحيح. يوم بكون معي سباسي وانا لازم عشان سفري يكون معي وثيقه صالحه الاستعمال لمره واحده، اكون معفي من دفع الرسوم على هذه الوثيقه، هيك القانون هي واضح. هاي الرسوم احنا معفيين منها من معابر ثانيه زي ما حكيت من طريق نعم طابا نعم او نعم. بس بندفعها في معبر اللمبي بس. حكيت لك يوم نعدي من طابا بس بندفع 100 شيكل، بنعدي من اللمبي بندفع 180 اللي هو رسوم معبر، وندفع كمان 230 شيكل للتصريح. جسر الملك حسين برضه بندفع تقريبا 100 شيكل، يعني بدناش نحكي بالضبط. فهذه المبالغ عشرات السنين. طبعا احنا بلشنا الرسائل للداخليه بالاكثر من سنه، وكانت حجتهم انه يا عمي الاردن بدها تصريح، الاردن بدها تصريح. طب اذا الاردن بدها تصريح ليش ما تعطيني التصريح ببلاش؟ صحيح، ما يصير. بس بدهاش تحترم القانون بيحكي انه التصريح ببلاش. التصريح لازم يكون ببلاش، نعم لازم التصريح ببلاش. يعني احنا لما ساعدنا احنا كمقدسيين احنا بنعرف، هلا احنا بموسم الحج، يوم الواحد بده ينزل الحج بده يكون معاه سباسي اسرائيلي، بده يكون معاه جواز سفر اردني، بده يكون معاه جواز سفر فلسطيني اللي بشوفوش، بده يدفع كمان تصريح، بس لا التصريح وجوازات السفر بده يدفع اكثر من 2000 شيكل. يعني شو الاجرام هذا؟ صحيح. يعني هذا يثقل كاهل الانسان المقدسي. طب استاذ خالد، خلينا نحكي، انت حكيت لي من تجربه شخصيه انتبهت لهي الثغره القانونيه. نعم. يعني انت كنت مسافر ولاحظت انه في فرق بالاسعار. نعم. وانه نعم. هون بتم، فبحثت قانونيا ووجدت انت والمحامي الثاني اللي قاعدين شغالين على هذه القضيه. نعم. القضيه هلا وين وصلت؟ القضيه هلا بالمحكمه المركزيه، مفروض وزارة الداخلية خلال 90 يوم يعطوا ردهم على هذه القضية. طبعا في شيء بسموه دعاة حدلاء، ممكن وزارة الداخلية إذا شافت إنه عمالها بتشبه هذه الرسوم بشكل غير قانوني ممكن إنها تعطي تبليغ للمحكمة وللقضاء إنه إحنا توقفنا عن جباية هذه الرسوم. هلا إذا توقفت عن جباية هذه الرسوم من ساعة ما تعطي التبليغ دعاة حدلاء بتوقف تجبي ال 230 شيكل، ولكن بتم المداولات على ترجيع الرسوم اللي جابتها حسب القانون 24 شهر لورا احنا بنقدر نرجع. يعني مطالبكم الاساسيه الغاء جبايه هذه الرسوم. نعم. واعاده الرسوم باثر رجعي. باثر رجعي لمده سنتين حسب احنا مقيدين بالقانون اللي تفونا يتسوقيت اللي هي القانون الدعاوى التجميعيه لسنه 2006. طيب هلا احنا ايش بنتوقع من المحكمه بنحكي؟ احنا قضيتنا عادله وواضحه جدا، الرسوم هذه اللي بيجيبوها اول شيء مناقضه للقانون، ثاني شيء غير عادله، تثقل كاهل كل انسان مواطن في بيعيش في 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 القدس. فاحنا متاملين انه تكون قضيتنا ناجحه وعادله ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نعرج شوي نحكي عن وزاره الداخليه بشكل عام وبصفتك الاعتباريه كمحامي، كثير كثر الحديث عنها، عن المماطله، عن العنصريه، عن جبايه الاموال، اخرها كان الادوار الطويله والمماطله في انتظار ادوار. نعم. كان هنالك يعني لنعلم صحه هذه المعلومه الا انها ستراجع كل من دخل دون اذن او دون موعد او سمحت له يعني عاملين في داخل وزارة الداخلية بالدخول بدون موعد مسبق أو محدد. هي تتغنى أنها ستقوم بفتح مراكز أخرى في مخيم شعفاط، في مخيم قلنديا، عند مركز قلنديا عند الحاجز العسكري، ولكن كل هذا تصب في نفس الهدف وهي مماطلة، وهو هنالك مواعيد أخرى. هل هنالك تحريك لهذا الساكن الموعودون به منذ سنوات؟ طبعا معروف أنه في رفعت عدة قضايا أمام محكمة العدل العليا في هذا الموضوع، أنه في هناك عنصرية وفي تمييز في معاملة المواطنين والسكان في شرق القدس. طبعا الانسان حتى ياخذ دور يعني بده 6 أشهر او 8 أشهر حتى يجي دوره. يعني من ضمن الاشياء مثلا برضه بما انه في الجوازات، هلا كثير ناس بيضطر بده يسافر خلال من كم يوم، فبده يضطر يروح على مطار بن غوريون ويدفع رسوم حوالي 800 شيكل. صحيح. حتى ياخذ تصريح، حتى ياخذ جواز سفر لمده سنه او وثيقه سفر لسيباسيا.